يعني نور، مسك الختام رح يكون اليوم مع شيء يمكن كل الصبايا كل السيدات بالبيوت بيحبوا انه يكون موجود عندهم، قطعة قديمة تصير قطعة جديدة بتكاليف بسيطة، وهذا هو أساس فن إعادة تدوير الأقمشة. أكيد سلمى، يمكن ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها والاقتصادية، كل ست بيت فيها تقدر تعمل بعض القصص الجميلة ببيتها، منها إعادة تدوير الأقمشة لتحصل يمكن على أشياء جميلة تضيف لمسة أنثوية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع مع الست رجاء إدريس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه اعاده تدوير الاقمشه اليوم، وعم نشوف يمكن يعني قطعه قماش بتلاقيها سيده ما بدها اياها او بدها تكبها عم تتحول لتحفه فنيه. صح. بلمسه بسيطه. مزبوط حكيك. نحن عنا إعادة تدوير، هي إنه كنا نحن القماش القديم أو شيء مثلا تيشيرت ما بدنا إياها، قميص ما بدنا إياها، نحمله وخلاص نودره. هلا صرنا لا، نحن عملنا هيك مجموعة، قعدنا مرة إنه حرام ليه نحن عم نكب كل هالأشياء. قررنا انه نستفيد منهم. كيف نستفيد؟ مثلا عنا قميص ما بدنا اياه، عنا تيشيرت ما بدنا اياه، صرنا نقصقصهم مربعات، نقصصهم مثلثات، نعمل منهم شراشف صفرة، نعمل منهم كوفرلين، تكايات، اي اشياء يعني انت بمخيلتك. بقى انت وقت بتشوفي هالقماشه انت بتقولي هي هيك بدي ساويها، يعني هذه خرج انه اعملها مثلا لوحه، هي خرج اعملها دعاسه هي. يعني وبنفس الوقت بتحسي بمتعه كبيره انت وعم تشتغلي، يعني ما بصدق امتى تخلص القطعه لحتى تحطيها وتتفرجي عليها انه هي انا عملتها. انه انا هي عملتها. حتى عند اولادنا يعني بصير بحطوا انه ماما شوفوا عملت، وانا بقول لهم دائما وقت بشتغل بهدول القصص والمربعات والقمصان بقول لهم بحس بكل قطعه لها قصه والى حكايه. هيدا قميص ابني، يعني بنحط مثلا هيدا الشرشف بنحطه، ماما هذا كان الي، ماما هي قميصي، ماما، يعني بحس بمتعه نحن. وعرفتي بنعمل جو هيك بالبيت حلو، يعني كثير وبتستفيدي منها وزينه بالبيت كثير حلوه. اكيد. يعني معنا مجموعه من القطع مدام رجاء، خلينا نحكي شوي عنها. عده استخدامات، وفي فينا نقول عده اقمشه او حتى قطع قديمه تم الاستفاده منها. اذا بتحبي نبلش مثلا بالشنطه. بالشنطة اللي موجودة هيدا تراث تدمري. كل ستات تدمر بيشتغلوا فيه. يعني هيدول كلهم قصائص صغيره، شوفي عباره عن 4 سم بتمشي اكثر اكثر، يعني بتدمر ما في ست ما بتشتغل فيها. نحن حبينا نعيد هيدا التراث. مثلا في ستات عملوها تكايات مخدات يحطوهم على القواطع، في ناس لا عملوهم، مثلا انا حبيت اعملها شنطه ومن ورا جينز، بنطلون الجينز عملت هيدا الوش وردات. بتقدر تلبس هيك او هيك، بتقدر تحمليها على الجهتين هيك ولا هيك، يعني انه شغله غريبه شوي وحلوه، عرفتي خرج بحر، خرج هيك رحله، يعني حلوه بتكون. انه هي كمان هيدا بنطلون جينز كله قصيناه دوائر ونسلناه، ويعني استفدنا منه، هو كان طبعا منزوع مع انه هلا دارج المشروط بس انتزع. وهيدا صوف كنزه كانت كريناها وعملناها طابات وعملتها بهيدا الشكل، انه بتحطيها بدك على ترابيزه، بدك بتقدري كمان تعمليها مخده على كنبايه. ست رجاء قلتي كلمه كثير حلوه، يمكن لانه هدول ثياب واقمشه بيتم اعاده تدويرها لاولادك، ففيها نوع من الذكريات. قديش كمان حلوه هيك بعض التفاصيل الطيفيه لبيتك، يعني ممكن تعملي غطاء مثلا من ثياب كمان الاولاد وانت تحطيه على تختك مع هي الذكريات الجميله. يعني بتحسي بسعاده كبيره انه هيدا يا الله كان ابني مثلا لبسه يوم كذا، يوم فرحته، يوم خطبته، يوم تخرجه. يعني بتضلي بتعيدي كل ما بتطلعي على القطعه وانت عم تعيدي الذكريات الحلوه فيها. يعني بتضل ثابته احسن ما تحمليها وتروحيها. خلص كان عندي هيدا القميص ماما حبه، بس وينه؟ خلص ماما ليكو هيدا القميص صار هون، يعني بشوفه بينبسط فيه. انا ابني بامريكا بعثت له يعني قطع، طاير عقلهم فيها الامريكان انه هيدا شغل يدوي، يعني شيء هنيك بتعرفي كثير بيعملوا له قيمه للاشياء اليدويه. ونحن عم ننبسط، يعني عاملين جروب برأخات وكثير مبسوطين بحالنا، يعني كل وحده عندها ابداع بشغله بتعلمها. صحيح. بتعلمها لبقيه السيدات، عرفتي؟ يعني عم نتعلم كلنا من بعض. حلو حلو هذا التشارك، تشارك بالافكار، تشارك حتى بالذكريات، بيعطي قيمه لكل قطعه. لهيك دائما كل ما بنستضيف حدا بيشتغل يدوي بنقول له اللي بيشتغل يدوي بيكون بحس كل قطعه لها من روحه شيء، لانه هو حاطط فيها ذكرياته وافكاره، وبالتالي بيشوفها قطعه كثير مهمه. في منهم سيدات لما بيشتركوا بازارات ما بتفرق معهم
السعر. ليه؟ لانه هن حاطين شيء من روحهم، فطبعا عم يعطي هي القيمه. يعني مثل هيك شيء اليوم لما بدك تعرضيه او حتى انك انه يكون مصدر، صار في كثير سيدات صار هذا الشغل اليدوي بالبيت مصدر رزق لهم، صح صح، عم بيساعدوا فيه ازواجهم بظروف الحياه، وحتى عم بيعلموا سيدات ثانيين يرجعوا يعتمدوا على نفسهم. قد ايه كان هذا المشروع هيك بالنسبه لك كمان؟ يعني انا هذا مشروع اني بشجع كل السيدات اول شيء يشتغلوا فيه، لانه مثل ما عم تقولي هو بجوز في سيدات حالتهم مو كثير منيحه، يعني بصير لهم مصدر رزق كبير يعني وحلو يعني. وفي ناس مثلا هلا انا قلي لي انه بيعي لي هالقطعه بكذا مبلغ ما ببيعها، الا عندي قيمه كبيره انه هذه شغلي يعني، عرفتي، ما ببيع. وفي سيدات انا بتمنى انه كل سيده كانت محتاجه ماديا او ما محتاجه انه تبلش تشتغل بهدول الاشياء. اول شيء نفسيتها بترتاح، بتطلع الطاقه السلبيه من عندها، بتعطيها طاقه ايجابيه، بتنبسط بشغلها، بتعمل جو ببيتها، بتعمل زينه حلوه ببيتها. يعني هلا انا مثلا بتفوتي على بيتي، يا الله بفوتوا مثلا رفقاتي، هيدا رجاء شغلك، هيدا ايه، نقعد يعني بنعمل كانه مشوار، عرفتي، بكل قطعه، هي شو هي شو هي، كيف عملتيها، هي من وين جبتيها، يعني بتحسي حالك بعالم ثاني. وانا بعرف انه الست السوريه هي ست مدبره، صحيح. طول عمرها ست مدبره، صحيح. ومبدعه وفنانه، يعني ما في شيء صعب عليها، ما في شيء ما بصير. نحن من هالمبدا هلا انطلقنا، يعني ان كان صبيه ولا كبيره تياره، كله كل الاعمار كلهم عم يتعلموا وعم يبدعوا يعني بالاشياء، كلنا عم نتعلم من بعض يعني. اكيد بنتمنى لكم التوفيق بجميع اعمالكم القادمه لكل سيدات ابره وخيط. ومثل ما قلتي بالختام، كل امراه سوريه والسيده السوريه كان لها دائما تميز، دائما تلاقيها ست بيت من الدرجه الاولى، دائما هي مدبره. فعلا اعاده تدوير الاقمشه ما شفناها غير بالبيوت السوريه، قديش فيها تعمل لمسه انثويه خاصه ببيتها. تحيه لكل النساء السوريات، ونتشكرك بالختام على وجودك. شكرا لكم على استضافتكم، شكرا لكم ذوق. شكرا لك ست رجاء، بنتمنى لك توفيق ودائما نشوف معك هيك افكار حلوه. شكرا شكرا حبيبتي، شكرا لكم، كلكم ذوق.